أكيد في بداية حلقتنا النهاردة هكون عايزة أتكلم شوية على حملات الهجوم اللي ممكن تكون بتحصل بدون فهم أو بدون وعي كامل للمواقف اللي بتحط فيها نادي الزمالك واللي بتحط فيها المدير الفني لفريقنا فريق نادي الزمالك. في البداية كده كان في يعني تصريحات طلعت من مستر خوسيه جوميز من يومين، كان هو أجراها واتكلم فيها عن أشياء بتخص أكيد الفريق الأول وعن أمور عديدة جدا بتخص فريقنا الكروي وموقفه من بعض الأمور. كلام الحقيقة كان محترم جدا وكلام كان واقعي ودبلوماسي في الأمور اللي ممكن تكون بيدور حواليها أي شكوك أو أي لخبطة أو أي حاجات يمكن مش مفهومة للجماهير الزملكاوية. ولكن الغريب والغير مبرر في الموضوع انه حقيقي مش مفهوم ابدا ليه البعض ممكن يكون بيهاجم مستر خوسيه جوميز في موسم هو قدر فيه ان هو يحرز البطوله اللي كانت كل الجماهير الزملكاويه مستنياها وهي بطوله الكونفدراليه، وتاهل الزمالك معاه للكونفدراليه الموسم اللي جاي وانهى الدوري مركز ثالث. ماشي، هنقف عند مركز ثالث. طبعا ده شيء مش طموحنا، وده شيء يمكن ما يرضيش جماهير نادي الزمالك، وده الطبيعي وده الصح. ولكن مركز ثالث ده امتى يرضي جماهير نادي الزمالك؟ لما يكون عندنا النوع اللي احنا عدينا بيه من المشاكل، لما يكون عندنا الكم الرهيب ده من المشاكل، لما يكون عندنا ضغوطات وعقبات يمكن لو اي فريق غيرنا كان محطوط فيها في الوقت ده كان ممكن ما يقدرش ابدا انه يفنش ثالث، كان ممكن ما يكونش اصلا بينافس في البطوله، كان ممكن يحصل حاجات كتير قوي نادي الزمالك ما حصلتش معاه. لان دايما نادي الزمالك باصص على انه انا هكون في احسن موقف ممكن. عندنا كانت اصابات كتير، كان عندنا ايقاف قيد، رفعنا ايقاف القيد، رجع تاني في ايقاف قيد، عندنا مديونات، عندنا غرامات، عندنا حاجات كتير جدا جدا كانت تخلي نادي الزمالك فعلا ما يقدرش ان هو ينافس. ومع ذلك احنا خدنا الكونفدرالية، ومع ذلك قدرنا ان احنا ننافس في بطولة الدوري لغاية لما فنشنا تالت، يعني احسن السيناريوهات الوحشة. فالحقيقة يعني انا مش فاهمة برضو حملات الهجوم الكبيرة قوي دي. يعني احنا حتى شفنا في فترة معينة كان في انتقادات كتيرة جدا وهجوم كبير جدا على مستر خوسيه جوميز ان هو اشرك اللاعبين الشباب في فترة معينة، وكانت الناس يعني شايفة انه لا ده مش وقته خالص ان احنا نشرك شباب، احنا اصلا موقفنا مش كويس، احنا اصلا ما بنفوزش في المباريات، احنا محتاجين اللعيبة الكبار اللي عندها خبرة، اللعيبة الاساسيين، انت ليه بتشرك لعيبة شباب؟ لكن يا جماعة لو جينا بصينا للصورة الكبيرة هو الحقيقة ده كان مكسب لنادي الزمالك. احنا اشركنا عدد من اللعيبة الشباب فعلا، ولكن طلع منها عناصر مهمة جدا، طلع منها عناصر هتدعم بشكل كبير جدا في الفترة اللي جاية. الحقيقة مستر خوسيه جوميز لما اتسأل على الموضوع ده هو رد وقال انه شايف ان ده هو الوقت المناسب انه يشرك فيه اللعيبة الشباب. وعلى فكرة ده كان قرار جريء جدا من مستر خوسيه جوميز، لان في الوقت ده محدش كان يقدر ابدا ان هو يستحمل عواقب القرار ده او ان هو ياخد اصلا القرار في المقام الاول. يعني دي كانت حاجه جريئه جدا منه، قرار جريء جدا منه، واستحمل الراجل ده يعني كميه هجوم وكميه انتقادات ما كانش في اي حد او اي مدرب ممكن يقدر ان هو يستحملها. واعتقد ان بعد كل ده احنا كسبنا عناصر عديده من اللعيبه الشابه، شفنا فريق 2005 عامل ازاي وطلع منه عناصر عامله ازاي. شفنا كل على فكره الفرق، يعني لو كنا على 2003 اللي هم هيكونوا تحت السن السنه الجايه خمس لاعبين، شفنا عناصر فعلا من قطاع الناشئين طالعه لا موهوبه، هيطلع منهم بيغلطوا طبيعي، يغلطوا طبيعي، يخفقوا في بعض المباريات، ما عندهمش خبره كفايه، أول مرة يشاركوا بالشكل ده ويبقى عليهم الضغط ده وعليهم الجماهير كلها قاعدة مستنية وقاعدة تشوف المباراة ممكن يحصل إيه، في ضغط كبير طبعا، ده وارد إنه يحصل غلطات، ووارد إنه ما يطلعوش، إن في منهم ناس ما تطلعش مناسبة لنادي الزمالك، ده طبيعي. يعني في الأول وفي الآخر هم هيبقوا ثلاث أربع عناصر اللي فعلا أثبتوا وجودهم وظهروا بالشكل المناسب لنادي الزمالك. وعلى فكرة الثلاثة أربعة دول مكسب لنادي الزمالك، احنا وفرنا كتير جدا، ابن من ابنائك وفرت ماديا، دعمت الفريق بتاعك، كسبنا في فترة ان احنا
كان فيها الناس كلها بتنتقد وفيها الناس كلها شايفه انه ازاي هو يعمل كده واحنا عندنا لعيبه، ويلعب باللعيبه الاساسيين ويلعب باللعيبه الكبار، انت بتلعب ليه باللعيبه الشباب؟ واحنا يا جماعه احسن حاجه كان ممكن نعملها عملناها، وان احنا نفنش تالت، ما هو ده كان احسن حاجه بالنسبه لنا، لان انتوا شفتوا بنفسكوا الموسم كان عامل ازاي والدوري كان عامل ازاي، الكونفدراليه خدناها، فانتوا شفتوا بنفسكوا ان ده كان انسب حل. يعني بخصوص برضو اللعيبه الشباب، لو هرجع اتكلم تاني على اللعيبه الشباب، احنا كسبنا حارس مرمى محمود الشناوي، شفتوه كلكم وكل الناس اشادت بادائه، وده فعلا هيكون مستقبل نادي الزمالك في الفتره اللي جايه. لاعب زي ده لاعب مهم جدا، معاه عمر عبد العزيز 2008، معاه احمد جمال 2006، معاه يوسف حماده 2005، مع في لعيبه يا جماعه فعلا موهوبه، ودول نالوا إشادة طبعا الجهاز الفني وكمان مدرب الحراس لويس فيسانتي، نالوا إشادة كمان جميع الجماهير الزملكاوية، كلنا يعني طلعنا واتكلمنا انه اللعيبة دي ممتازة، شوفوا بقى وفرنا كام. يعني ده لو انا بتكلم من الشق المادي، انا بتكلم ان احنا وفرنا فلوس كتير. اقل حارس مرمى دلوقتي ممكن ياخد كام يا جماعة؟ لو رحت اشتريت حارس مرمى شوف هياخد كام، بالاضافه ان احنا برضو معانا صبحي وعواد، اتنين حراس كلنا عارفين ادائهم، فلا وفرنا كتير جدا، وفرنا كتير وكسبنا كتير. والحقيقه مستر خوسيه جوميز اثبت ان هو عنده وجهه نظر، وان هو عنده فكر واستراتيجيه هو ماشي بيها وقد قراراته، والراجل مش باصص بس على مصلحه نفسه ان انا افوز وخلاص، هو باصص على مصلحة نادي الزمالك وعلى المستقبل القريب لنادي الزمالك، ان احنا نكون في مكان احسن، ان احنا نطلع بعناصر مهمة، ان احنا نكون ادينا فرصة للعيبة شباب يمكن يكون عندهم موهبة كبيرة جدا ومش باينين مش ظاهرين. فالحقيقة انا شايفة انه حملات الهجوم دي ما كانتش في مكانها. يعني انا ما عنديش مشكلة خالص ان احنا نطلع ننتقد لاعب، ننتقد مدرب، ننتقد اي شخص شايفين ان هو مش بيعمل واجبه، لكن ما تبحش الناس لمجرد ان انا فكري مش متوافق مع فكرهم، وانا ممكن استنى واشوف النتائج ايه، ما يمكن النتائج ترضيني. هو ده اللي انا طالعه بتكلم فيه، انه من حقنا ننتقد، من حقنا نشيد، من حقنا نطلع نقول راينا، من حقنا نعمل كل حاجه، وجماهير الزملكاويه دي كمان خصوصا حقها تعمل اي حاجه في الدنيا، لان هي استحملت كتير قوي ودايما قلبها على نادي الزمالك، ودايما كل واحد فيهم هو حاسس نفسه مسؤول عن النادي ده. ده طبيعي، ولكن نهدى ونستنى ونشوف عشان نعرف نحكم يا جماعه بالشكل الصح. ده من اول يوم وانا بقوله ان شاء الله في الفتره اللي جايه هتكون فتره مميزه، هتكون فتره مختلفه، ان شاء الله الطموحات هتكون بتتحقق، ان شاء الله هنشوف النادي ده بالصفقات الجديده وفي الموسم الجديد، وهنشوف النادي ده والفريق ده في مكان تاني خالص الفتره اللي جايه، وده شيء ان شاء الله هيحصل. يعني انا يعني اكاد اجزم انه ان شاء الله ده هيحصل فعلا في الفتره اللي جايه، لان احنا عدينا بفتره كانت صعبه جدا في الفتره اللي فاتت، ما تهقليش يعني ان الفتره اللي جايه تبقى اصعب، فاكيد هيكون في تحسن كبير قوي، واكيد هنشوف مجهود كبير قوي، وهنشوف حلول محطوطه، كل ده هيجي في الفتره اللي جايه، ولكن محتاجين برضو صبر. يعني احنا محتاجين صبر علشان نقدر برضو ان احنا يعني نحكم على الناس اللي جايه تشتغل دي، ونشوف يعني ايه اللي ممكن يحصل ان شاء الله في الفتره اللي جايه. طيب كمان لو هنتكلم بقى على وقت، يعني كانت الطموحات بالنسبه للظروف الصعبه اللي احنا عدينا بيها في الفتره اللي فاتت، زي ما اتكلمنا على الموسم اللي فات والفتره اللي مر بيها الفريق في الموسم ده، يبقى كويس قوي يا جماعه لو قدرنا نخطف اي بطوله. والحقيقه تاني هرجع اعيدها واقولها تاني، احنا فنشنا تالت اللي هو احسن سيناريو كان ممكن يحصل لينا في الفتره دي، لكن الهدف الرئيسي، الهدف الرئيسي ان احنا نشوف ان في الفتره اللي جايه ان احنا نشوف كل السلبيات اللي وقعنا فيها دي ما تتكررش تاني، نشوف في الفتره اللي جايه المدير الفني ده واللي حققه المدير الفني والاستراتيجيه بتاعته خلى عقده يكمل للموسم اللي جاي، وهو كان احراز بطوله الكونفدراليه الافريقيه اللي كل الجماهير كانت مستنياها. في كلام ان الراجل برضو يعني كان في اتزان في كلامه الحقيقه، وكان في وضوح، وكان في صدق في ردوده وفي كلامه، كان يعني نتمنى ان احنا نبني عليها. اي مدرب فني في الدنيا، اي مدرب مهما كان اسمه هيكون عنده اخطاء، لو جينا بصينا على ماستر فريرا نفسه الجمهور انتقده في وقت، وكان على بعض القرارات علامات استفهام،
والناس قالت احنا ضده في الفكر ده. وكذلك حصل مع جراس وكارتيرون، ودول تقريبا كانوا افضل ثلاث مدربين اجانب جم لنادي الزمالك في الفتره الاخيره. اذا الكل هينتقد، لكن مع كل انتقاد مش معقول نقول الراجل ده يمشي وهات غيره. دي مش اسرع حاجه نعملها، مش اسرع حل يا جماعه. يعني انت كده عمرك ما هتعمل استمراريه، عمرك ما يكون عندك استقرار. لو كل يوم بمشي مدرب وبجيب مدرب غيره، فين الاستقرار للعيبه وللنادي وللفريق؟ انتوا عارفين بياخد وقت قد ايه علشان يحصل انسجام، عشان يحصل تفهم لوجهات نظر بعض، وعلشان يحصل انسجام جوه الفريق. ده بياخد وقت كبير، ده بياخد وقت كبير جدا. فده دي مش حاجه سهله ابدا ان احنا نعملها، ان كل ما ننتقد حد يلا نمشيه ونجيب غيره. فالحقيقه السؤال بقى هنا، هل نرضى يعني نشوف او هل ينفع ان احنا نشوف اللي الزمالك وصل له حلو لغايه كده ونسكت وخلاص ونقول كده تمام؟ اكيد لا. بس بالمقارنه بين الوضع والاهداف اللي وصلنا لها هنلاقي ان هي منطقيه جدا. كمان كلام مستر خوسيه جوميز عن الفوز بالديربي واللي حصل بعدها كان دليل واضح بين السطور ان الزمالك عنده مدرب عنده طموح وعنده طمع ان هو يفوز بكل البطولات، وده اساسا يعني حاجه تريحك وتطمنك. ده شيء كويس جدا ان احنا ان هو يوصل للعيبه انه مش فريق شو، احنا مش بنعمل شو نكسب ماتشات وخلاص. احنا الزمالك، الزمالك بيحارب منظومه فكر متراجعه بقالها فتره. احنا شفنا الدوري، مش هنتكلم على الدوري، اتكلمنا عنه كتير. فمحتاج دعم، مش هجوم ولا نقد. والنقد لازم يكون هداف. ما ينفعش افضل انتقد وحطم وكسر ومشي المدرب ومشي ده وهات ده، ما ينفعش يا جماعه. لازم كل حاجه تتحسب، لازم كل حاجه تاخد وقتها. طبيعي اي حد في الدنيا محتاج وقته عشان يثبت نفسه. وطبيعي انا مش هرضي كل الناس، في ناس هتبقى شايفه ان انا كويسه وناس تانية شايفه ان انا مش كويسه. ده طبيعي، ومش مطلوب مني ان انا ارضي كل الناس. هو مش مطلوب منه ان كل الناس تبقى واقفه معاه وشايفه ان هو الراجل بيعمل كل حاجه صح، ومش الطبيعي ان هو يبقى الناس كلها بتنتقده، وده مش طبيعي. فان شاء الله في الموسم المقبل، هو قال هتشوفوا الفريق ده في الموسم المقبل بشكل مختلف. خلونا نستنى ونشوف. احنا خلاص الموسم الجديد اهو، يعني مفيش وقت اساسا. فان شاء الله في تدعيمات قويه، في صفقات، في بقى المراكز بقى كلها هيكون فيها دعم، في تجديدات، في حاجات كتير قوي هتحصل في الموسم الجديد. خلونا نستنى نشوف الموسم الجديد ممكن يحصل فيه ايه. احنا عندنا مباريات مهمه جدا في الفتره اللي جايه، عندنا السوبر الافريقي اللي هو تقريبا اهم حاجه في الفتره اللي جايه، فلازم نركز فيه، لازم ندعم الفريق، لازم نسند الفريق، ولازم ندعم الراجل ده يا جماعه. الراجل بيوصل له كل حاجه على فكره. يعني يمكن هو ما عندوش حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن كل حاجه بتوصل له، بدليل ان احنا بنشوف ردوده على كل الاتهامات وعلى كل النقد اللي الناس بتقوله او بتعمله. فبيوصل له كل حاجه، وده على فكره بيفرق. احنا مش عايزين يحصل زعزعه للاستقرار، احنا عايزين يكون في استقرار، في استمراريه. احنا عايزين نشوف كلنا الزمالك في احسن مكانه ممكنه يا جماعه، ده طبيعي. كلنا كجماهير عايزين نشوف الزمالك ده في احسن مكان. ولكن ما ينفعش الحماس ياخدني قوي ان انا يعني اقول ان كل حاجه سيئه، كل حاجه لازم تتغير، وكل حاجه انا مش متقبلاها. ما هو ده ما ينفعش. فلازم ان شاء الله يكون في صبر بس في الفتره اللي جايه على المدير الفني، على الاداره، على اللعيبه، على كل حاجه داخل المنظومه. لان الحقيقه احنا ما بنعديش بقليل يا جماعه. المشاكل اللي بتقع على عاتق نادي الزمالك وعلى الفريق وعلى الاداره وعلى المدير الفني، دي مشاكل كبيره، مشاكل بتحتاج وقت كبير جدا للحل على فكره. ان شاء الله ان شاء الله في الفتره اللي جايه نشوف يعني شيء مختلف، ونتمنى اكيد كل التوفيق في الفتره الجايه للفريق. نطلع بقى بره فريق نادي الزمالك وبره الالعاب الرياضيه لنادي الزمالك، وخلينا نتكلم على النشاط الاجتماعي اللي يمكن بيحصل في الفتره دي في نادي الزمالك. وعندنا طبعا اعلان لاحتفاليه غنائيه هيقيمها نادي الزمالك يوم السبت اللي جاي بمقر النادي. الاعلان نزل على صفحه مخصصه لاعضاء نادي الزمالك، بينزل عليها كل الانشطه الخاصه باداره النشاط الاجتماعي، زيه زي صور المصيف والدورات والحفلات وغيرها من الانشطه اللي موجوده في اي نادي طبعا عنده نشاط اجتماعي في العالم. ف
ففكرة ان حد يقرر ياخد الصور دي من صفحة مخصصة للأعضاء علشان يعمل بيها كوميكس او علشان يضحك عليها ويبقى في نوع من انواع السخرية ونقعد بقى يعني نجري ورا الترند ونضحك الناس ونبقى يعني روشين والحاجات دي، يا جماعة يعني عيب عيب بجد. ويطلع ناس برضو مهتمة بحاجات تانية من وجهة نظرك، شايف ان الشيء ده شيء مثلا تافه ومش مهتمين بالحاجات دي، والصفقات اهم والنادي اهم. طبعا يا جماعة كل حاجة مهمة، كل حاجة مهمة، صفقات مهمة والفريق مهم وكل حاجة مهمة، ولكن برضو النشاط الاجتماعي مهم. ده نادي، ده نادي الزمالك، يعني ألعاب رياضية، نشاط اجتماعي، ده نادي الزمالك، ما لازم يكون في نشاط اجتماعي. في الحقيقة فكرة برضو ان انت تتفه قوي من حاجة وشايفها ان هي سطحية دي ومش مهم اي حد تاني يمكن يكون بيستفيد منها بشكل كبير، ده شيء برضو عيب ان هو يحصل. ببساطة الناس في الادارة شغالين في كل الاتجاهات بالرغم من صعوبة الوضع زي ما كل عارف، لكن المجلس شغال وبيحاول ان هو يحل في كل الاتجاهات، وان شاء الله في نتائج كويسة جدا قريب في الملفات اللي الجمهور مستنيها. وبالنسبة أكيد للحفلات والأنشطة والدورات والدورات وغيرها، هيبقى كده شغل يعني شغل الإدارة باين أكيد جدا في النشاط الاجتماعي. وأكيد إحنا استضفنا دكتور يحيى حسن مدير النشاط الاجتماعي داخل نادي الزمالك، واتكلمت معاه عن كل شيء بيخص النشاط الاجتماعي، وهو اتكلم عن قد إيه الأعضاء بتهمها الأنشطة الاجتماعية. ما هو يا جماعه العضو في الاول وفي الاخر رايح نادي الزمالك يعمل ايه؟ ما هو لو على الماتش احنا بنروح الاستاد بنتفرج في البيت، بنتفرج في اي بنتفرج في النادي او في اي حته، ده لو على الماتشات وعلى الكره. ولكن عضو من اعضاء نادي الزمالك رايح يقعد مع اهله ورايح يقعد مع ولاده، رايح يعمل ايه؟ ما هو رايح يستمتع بالانشطه اللي النادي بيعملها، سواء كانت حمامات سباحه، سواء كانت حفلات، سواء كانت ندوات، كل واحد وليه اهتمامه، كل واحد وليه الاشياء اللي بتهمه وبتخصه وبيحبها. لازم يبقى في نشاط اجتماعي، ما هو ده نادي، ده نادي الزمالك، لازم يكون في نشاط اجتماعي، لازم نشتغل على كل الاتجاهات. يعني انا عشان ما جبتش صفقه او ما عنديش او ما عرفتش ارفع القيد، خلاص بقى يعني اقفل بقى نادي الزمالك، اقول خلاص ما حدش هيخش النادي علشان احنا عندنا مشاكل في الكوره، لما نفتح بقى المشاكل ونظبط المشاكل بتاعت الكوره افتح لكم النادي تدخلوا تقعدوا فيه. الاعضاء حقها تدخل، الأعضاء حقها تستمتع بالنادي وبالأنشطة، دي مسؤولية الإدارة وبتكلف بيه النشاط الاجتماعي. ودكتور يحيى حسن كان معانا هنا مدير النشاط الاجتماعي وشرح لنا أهمية الأنشطة دي للأعضاء، واتكلم عن قد إيه الأعضاء بيفرق معاها كل الأنشطة الاجتماعية اللي بتحصل داخل النادي. فمش مجرد إن ده مش اهتمامي أطلع أنتقد، عادي انا ممكن يكون مش من اهتماماتي المصيف اطلع بقى اقول الناس اللي بتروح المصيف دي ناس مش عارف ايه، يعني كل واحد وليه اهتماماته، كل واحد والحاجه اللي بتبسطه وبتريحه، ايه المشكله؟ ففي الفتره اللي جايه عايزين نقلل بس شويه يا جماعه من الهجوم اللي على كل حاجه بتخص نادي الزمالك، والناس اللي انا من وجهه نظري هم مش محبين اصلا للنادي، اللي طول الوقت في انتقاد انتقاد انتقاد، دول ناس يعني من الاخر هم بيجروا ورا ترند، بيجروا ورا ان هم دايما يحسسوا الناس ان كل حاجه داخل نادي الزمالك دي سلبيه. والحقيقه كده يعني زي ما بيقولوا بيصطادوا في المايه العكره. فالحقيقه عايزين نهدى شويه، عايزين الناس تبطل ان هم يتسرعوا جدا في الحكم وان هم يشوفوا اهتماماتهم هي دي اهم حاجه في الدنيا واهتمامات غيرهم مش مهمه. كل حاجه داخل نادي الزمالك مهمه. الألعاب الرياضية مهمة، الأنشطة الاجتماعية مهمة، كل حاجة داخل نادي الزمالك مهمة، كل عضو من أعضاء نادي الزمالك عنده اهتماماته الخاصة، ما ينفعش نتفه من اهتمامات غيرنا لمجرد ان هي مش متماشية معانا. فهو ده اللي أنا يعني عايزة أتكلم معاكم فيه النهاردة، إن احنا بس نهدى شوية ويا ريت برضه ما نمشيش ورا ترند كل غرضه الهدم وبس، وده بيحصل دايما بدون تفكير الحقيقة، لأن لو فكرنا شوية أكيد مش هيكون ده يعني رأينا.